مرحبا مرحبا، انا هو النمر القوي كثير كثير، انا اللي بقتل كل الكائنات الحية الضعيفة على وجه الارض والقوية كمان. التمساح بخاف مني، الفأر بخاف مني، الطيور بتخاف مني، القطط بتخاف مني، جميع الحيوانات بخافوا مني لاني انا هو النمر تايجر. وانا عايش في هاي الجزيرة الرائعة كثير كثير، البرتقالية اللي مخطط باللون الأسود مثلي أنا تماما، مثل أنا النمر الخرافي. وأنا بحب أني أكل الدجاج، هذا الدجاج اللي موجود قدامي خم نم 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 مثل هيك بظني أكله خم نم نم نم. شايفين كيف؟ وأنا كل يوم بدي أشوف الجزر اللي موجودة بجواري عشان إذا كان ضعيف ولذيذ أكله، وإذا كان قوي أروح أصير صديق ونكون فريق قوي جدا جدا. واللي بتسأل وين أنا بنام، بنام على هذا السرير مثل هيك تماما بنام عليه. شايفين كيف؟ وبسترخي وبستريح. وهاي هي جزيرتي بالكامل، وهذا هو الصندوق اللي بحط فيه بلوكات عشان أوصل على الجزر. والآن رح نشوف مين الجزيرة اللي موجودة قدامنا بعد 3 2 1. خلينا نشوف. ايه مين هذا؟ جزيرة الفأر؟ معقول انه يكون؟ ايه هي الفأر. ايه جزيرة الفئران؟ مرحبا يا فأر، مرحبا مرحبا يا فئران. مرحبا. ايه بتتكلم انت كمان؟ انت راح تموت مني وراح اكلك. إيه؟ يا فأر. هدول اصدقاء الفران راح يضربوك ويكسر راسك، انت ما بتعرف قوة الفران القويين. الان راح نفاوض بعض وراح نشوف مين هو اللي راح يقتل الثاني، ويمكن كمان انا ما اقتلك، يمكن اكون صديقك يا فأر يا صغير. واو صديقي الاسد نمر، واو يلا مرحبا فيك، هذه هي عائلتنا الضخمة. انت بتعرف مين انا؟ انت؟ لا ما بعرف مين انت، وين وينك انت؟ لما اشوفك راح اكلك راح اكلك. ايه هيك، ايه هيك شفتك، لا ما لقيتك. لا يا ويلي يا ويلي، بعض في اقدامي هذا الفار. يا ويلي خليني بدي بعد. خلص يا فار، مش راح اكلك. تعال وين بدي عضك، تعال هون. امسكني يا ويلي. اطلع والله انه فار مضحك، تعال هون يا فار يا مضحك. اوه خلص توقف. هي يا فار، شايف كيف انا قوي؟ نعم انت قوي، وانا ما عندي في فريقي فأر مثلك، انت شجاع وقوي مثل هيك. واو. انا بدي اطلبك على الفريق تبعنا عشان تكون معنا يا فأر، شو رأيك؟ والله فكرة رائعة، انت بدك فأر يكون صديقك؟ نعم. علشان انا هيك اذا كان في مخلوقات ضخمة ادخل من تحتيها واضربها، شايف كيف؟ نعم. مش دائما كل اشي بالحجم الضخم. نعم. بالعكس لاني انا صغير بتستفيد مني، بدخل هالاماكن الضيقة وهيك بدخل من تحت رجلين العدو ببلش اضرب فيه. كمان هي يا فار بخليك تدخل داخل فمه وتخرب له المعدة تبعته وقلبه وتخرب بطنه وتدخل على بطنه كلياتها تاعته. نعم والله انك رائع، هاي هي الجزيرة تبعتي جميلة. واو والله حلو، هذا انت قديش انت حلو، انت هو التايجر. نعم. جزيرتك بصراحة رائعة كتير كتير، تعال أعرفك على أصدقائي حسن وجاموس وهذا عبده، هدول كلياتهم أصدقائي. هي. رائعين جدا جدا. طيب يا فار سميلي إيش اسمه هذا الفار؟ هذا اسمه سطيف. وهذا الفار؟ هذا اسمه عبده. وهذا اسمه تحميلة صغيرة. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه جردون. ايه هذا الجردون بكره، اوقع يا جردون. ايه صديقي هذا. يلا خلص مش مشكلة، في داك يا تايجر. يلا شايف هدول كلياتهم اصدقائي، واحنا بنحب الجبنة كتير كتير، طلع كيف برقصوا على الجبنة، طلع. اوه نعم شايف. طلع كيف برقص على الجبنة، قد ما بحب الجبنة قاعد برقص عليها. والله ايش اسمه هذا، سعدون ولا ايش اسمه؟
هذا اسمه عبدو. عبدو اوه والله يا عبدو انك بتحب الجبنة كتير كتير، والله رائعة جدا جدا، انا بلشت احبك واحبكوا يا فئران. يلا يلا شكرا يا فار، انا حطيتك انك تدخل معانا في فريق الاقوياء، فريقنا احنا النمور. هاي يا فار انا لازم اروح على الجزيرة اللي بعدها. واو. لازم استكشفه، اذا كان قوي ادخله في الفريق تبعنا، واذا كان ضعيف اخليه ماشي وحده. يلا هاي الفئران كلياتهم بسلموا عليك وعاملين حفلة في الجبنة، شايف كيف الفار بياكل قطعة جبنة. يلا يا صديقي باي. يلا عالجبنة عالجبنة، ودي ودي التايجر. يلا عالجبنة عالجبنة، يلا كلياتكم على الجبنة. ايوه مثل هيك، يلا كله بحب الجبنة على الجبنة كلياته. يلا مع السلامة يا فأر. مع السلامة يا صديقي. يلا يلا انا خليني اوصل طريق مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك، اللون تبعي الخرافي، تطلعوا كيف بوصل طريق، حبة برتقالي حبة باللون الاسود، حبة برتقالي وحبة باللون الاسود، عشان يكون الطريق تبعي طريق رائع كثير كثير. خليني اسوي زيك. اخ اي شبالك خوفتني مين حمار. مرحبا. هي هي هذا حمار سفاح بياكل، بضل ياكل الاشخاص. تعال تعال يا صديقي. انت شو بتسوي هون؟ شو هاي الصورة تبعتك انت؟ شو هذا يا حمار؟ هذه صورتي، صورتي انا جميل وسيم. جميل وسيم مين والناس نايمين مش شايف منظرك؟ اخ تعال هون بدي اعضك في اسناني. اخ اخ عضني عضني هذا الحمار. ايه يا صديقي دير بالك، هذا حمار سفاح بقتل الكل. عارف اخ يا ويلي بدي اهرب منه، بدي اهرب، هذا الحمار حمار سفاح. يا ويلي يا ويلي خليني اهرب خليني اهرب بسرعة بسرعة، سفاح اطلع كيف بقتل. بدي اكلك تعال هون. توقف توقف هي توقف يا حمار. ايش بدك ايش بدك يا ويلي؟ شو هذا الاشياء اللي ورا؟ انا شايف اول مره بشوف هذول المزارع يا ويلي. ايه شايف اول مره. هي هي يا صديق النمر، راح ياك راح يعضك من ورا، راح يعضك من ورا. ايش قاعد اخ يا حمار يا حمار. اخ يا ويلي شكرا لانك عرفتني في الوقت الغير مناسب يا فار. يا كلب تعال لون راح اقتلك، تعال لون راح ادمرك تدمير يا حمار يا غبي. انا راح اكلك في احلامك انك تاكلني. هاي هاي هي صورة الفئران، انا رايح اني اقتل هذا الحمار الغبي هذا اللي موجود قدامي. تعالون يا حمار مثل هيك. خد لك هاي، انا هو الحمار السفاح، اسمي انا سمير. سمير اسمك سمير؟ تعال يا حمار يا سمير، زي هيك زي هيك زي هيك زي هيك سمير الحمصاني. تعال لهون تعال لهون مثل طلع هيك. كيف صورتي هاي تصورتها بعد ما اكلت تيس تيس. اكلت تيس في اسنانك، هاي اسنانك اقوى من اسناني يا حمار. يا ويلي خلينا اسوي زي هيك واسوي زي هيك، راح اقضي عليك. يلا التايجر النار. موت يا حمار موت يا حمار، شكرا لك كثير كثير يا فار. إيه؟ عفوا وين اختفى الفار يا ويلي؟ هيو راح هيو راح. شكرا يا فيران عشانكم ساعدتني. يلا يا عبدو إيه؟ نعمل حفلة. يلا يلا نعمل حفلة. يلا مع السلامة يا فيران، انتوا اصدقائي، بدي اروح على الجزيرة الرابعة. واول جزيرة هي جزيرتي انا النمر، ثاني جزيرة جزيرة الفئران، وثالث جزيرة جزيرة الحمار الغبي هذا اللي كان رح ياكلني اللي عضني من الخلف، ورابع جزيرة الان رح نشوف مع بعض. خلينا اوصل طريق انا مثل هيك، طريقي اللي دائما بوصلها عن جميع الكائنات الحية. يمكن اني اكون هيك الشخص المناسب، يمكن يكون كويس كثير كثير اني اصير صديقه. خلينا اوصل طريق مثل هيك ومثل هيك. يلا انتم مستعدين عشان نشوف مين هو اللي خلفنا؟ واحد او ثلاثة اثنين واحد. ديناصور مرحبا 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 يا ديناصور. اهلا فيك يا تايجر، انت
انت هو التايجر نمر المخطط البرتقالي؟ نعم انا هو التايجر النمر البرتقالي. واو رأس رؤوس التنانين هاي خرافية كثير كثير، بس الجزيرة تبعتك جميلة بس خربانة شوي، يعني هيك بدها تعديلات وصورتك خرافية يا ديناصور. انت رح شو رأيك تكون فريقي؟ انا بعرفك انك قوي جدا جدا وبتقتل الاشرار وبتساعد الابرياء. واو فكرة حلوة، أنا أصلا بحبك. شوف إيش عندي كمان. واو. عندي لعبة بشكلك، أنت شايف هاي اللعبة الرائعة بشكلك؟ شايف والله إنك قوي كثير كثير يا ديناصور. تعال شوف الجزر اللي مريت منها، شايف هاي الجزيرة؟ هاي الجزيرة كانت لحمار، تخيل حمار غبي طلع هاي صورته. إيه حمار شرير هذا شكله، طلع كيف صورته، والله إنه حمار زفت هذا. جا شايف؟ نعم نعم حمار غبي جدا جدا. تعال معي، في كمان هوني، هذول اصدقائي فئران. هي يا عبدو يا عبدو، شكرا لك يا نمر لانك قتلت الحمار، كان يضل ياكل منا. هذول فئران اصدقاء ودودين ولطيفين. مرحبا يا فئران. مرحبا. واو رائعين جدا وبحبوا ياكلوا الجبن، وهاي فطيرة الجبن كمان، اطلعوا كيف شكلهم مضحكين ورائعين. يلا جدا يلا جدا يا عبدو، روح على السخسخان جيب لنا جبنة. يلا يلا. تعال خليهم هذول لوحدهم وخليني افرجيك. ايه في فار اجا معنا؟ مرحبا. نعم. يا فار. انا عبدو انا عبدو، خليني اروح اجيب جبنة. روح روح على السخسخانة جيب لهم جبنة زي ما بدهم. واو هذه هي الجزيرة الرائعة تبعتك؟ نعم ها هي الجزيرة الرائعة تبعتي. واو تعبت عليها كثير. جزيرة رائعة كثير كثير، شوف هذا هو صورتك الرائعة وجزيرتك الرائعة، بصراحة انت راح تكون لإلي صديق خرافي جدا جدا. اكيد اكيد راح اكون صديق خرافي لك. هاي يا تنين يا ديناصور، انا عندي طلب لك، ممكن اني اطلبه منك؟ اكيد لا تستحي ولا تخجل يا ديناصور. انا بعرف انه من جلد الديناصورات هم بسووا الاجنحة اللي بتوصلهم على كوكب الارض، وانا الصيادين حطوني في هاي الجزيرة الرائعة. انا بدي انزل وبدي اروح عند اصدقاء النمور، ممكن تسوي لي من جلد الديناصور طيب هيك اجنحة اطير فيها للاسفل؟ ولا يهمك، انا راح اسوي لك جلدة خرافية كتير كتير تطير فيها، راح اسوي لك طائره مصنوعه من جلد الديناصور. واو لا يهمك يا صديقي، انت جاهز؟ واو شكرا لك كتير كتير يا ديناصور، هين لبستهم ويلا مع السلامه. مع السلامه يا صديقي، وتفضل هاي هدول، يلا روح ربنا معاك ربنا. واو شوفوا شوفوا يا شباب، هيني قاعد بطير، خليني بدي ارجع للديناصور. مرحبا يا ديناصور. واو يلا يا عبدو. يلا يلا يا عبدو. يا سلام اصدقائي الفئران، وقتلت الحمار وصديقي يا سلام الديناصور اللي اعطاني هذا الجناح، شكرا لكم كثير كثير. العفو والحمد لله.